بوسائل السلامة متواضعة يتعامل عمرو مع كثير من المرضى طوال اليوم بوصفه طبيبا في قسم الطوارئ بمستشفى الجمهوري في تعز. يستقبل المستشفى عشرات الإصابة بالحميات المختلفة وفيروس كورونا، إلا أنه يفتقر إلى أبسط وسائل الوقاية التي يحتاجها الأطباء. يعني مثلا أنا أمس كنت مستقبل هنا في قسم الطوارئ، 4 حالات اشتباه اتصلت، وأنا معي كم الجلابس والكمامة هذه فقط. في مركز العزل الصحي هذا في المستشفى ذاته يستعد عز الدين لمعركته مع الوباء عند وصول الحالات المشتبه بها للتأكد منها ونقلها إلى مركز آخر أكثر جاهزية، لكنه يواجه وزملائه مخاطر كبيرة، فرداء الوقاية الذي لا يتطابق مع معايير منظمة الصحة العالمية يستخدم مرات عدة بعد تعقيمه، ناهيك عن عدم توفر غرفة خاصة بالأطباء. الكادر الطبي الموجود داخل المركز هذا يستطيع التعامل أكثر من 6 حالات داخل المركز بسبب شحة الإمكانيات وبسبب شحة الكادر الطبي نفسه. فلو المركز العزل امتلأ بالحالات مع الأيام ممكن أنه ينهار المركز بأقل من شهر. ليس مركز العزل وحده يعاني من انعدام المستلزمات الطبية اللازمة، فالمختبر الرئيس الوحيد في المدينة هو الآخر لا يمتلك من المحاليل والإمكانات ما يكفي لأداء عمل الأطباء. نناشد منظمة الصحة العالمية بالأساس بتوفير وسائل الحماية الشخصية، بتوفير الكمامات، بتوفير الجاونات، بتوفير المحاليل. تزداد أعداد الإصابة بفيروس كورونا يوميا في المدينة، أكثر من 30 إصابة و7 وفيات سجلت في أقل من شهر، ورغم ذلك فما تزال قرارات السلطة الرسمية باتخاذ الإجراءات الاحترازية لتفشي الوباء تنتظر الإفراج لتنفيذها في أرض الواقع. بما توفر من مستلزمات وإمكانات طبية تواجه المدينة المحاصرة جائحة كورونا في ظل نظام صحي دمرت الحرب جزءا مهما منه، وضع يتهيب السكان فيه من نذور كارثية، خصوصا مع دخول البلاد مرحلة الخطر بحسب منظمة. أحمد البكاري، العربي، تعز.